بكل خير وطابت جميع اوقاتكم بالخير والمسرات. احييكم من هنا من ارضية هذا الميدان المميز، ميدان المرموم في ختامي المرموم، ايضا في هذا المهرجان الكبير، في هذا المهرجان المتميز السنوي هنا في هذا الميدان المميز. تتواصل الانطلاقات والتحديات المميزة في هذا الصباح الجميل في ثاني ايام هذا المهرجان بانطلاقة جديدة وشوط جديد. هنا شوطنا الثالث عشر والذي يحمل في طياته فئة الجعدان. نسير مشاهدين الكرام مع هذه الأعداد الهائلة لنتابع معكم مجريات هذا الشوط، ونبدأ مع المركز الأول وبداية هذا المسار والمقدمة الأولى. مشاهدينا الأفاضل المتابعين الكرام، نبدأ مع المركز الأول، أول المنطلقين كيفان نتابع البداية والصدارة والمركز الأول. كفو لمحمد بن حمد بن سيف المزروعي من يتقدم بالمركز الأول، بينما المركز الثاني يصل هنا ويتقدم كيفان لجهجير بن صالح بن محمد البلوشي يتقدم بالمركز الثاني، ولكن هنا تقدم في المركز الثالث. المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام مخوف عبد الله بن ظاهر بن حمد السعدي قادم. المركز الثالث، المركز الرابع تدخل ايضا قادم من معوض لعلي بن عبيد بن محمد بن عبد الله الراشدي. والمركز الخامس، المركز الخامس وصل في هذه اللحظات وتقدم نيشان لسالم بن محمد بن متعرض العفاري قادم بو محمد، وصل المركز الخامس وغير شعاره الى المركز الرابع. المركز السادس وصل في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام صايب لخميس ابن سعيد، هنا من يتقدم بخميس بن سالم بخميس الشامسي من يتقدم في المركز السادس في هذه الانطلاقة المميزة. بينما أرى الأسماء، هذا هو الشعار بالضبيعة، وصل في هذه اللحظات يتقدم مشاهدينا الكرام من خلال هذا الأداء الكبير. الأسد سالم بن محمد بالضبيعة يقدم لنا الأسد من الجانب الآخر، بدأ أيضا الأسماء تتقدم، بدأت الشعارات تصل. هذا هو القادم شديد يابر بن ناصر بن حسن الهاجري قادم، بينما من وصل أيضا وتقدم في هذه اللحظات هذا هو صايب لحمد بن حرب بطشة بن ثعلب العامري قادم، يقدم لنا هذه أيضا الانطلاقة. ولكن لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى البداية. هذا هو معوض يتقدم بالمركز الأول، معوض على الصدارة لعلي بن عبيد بن محمد بن عبد الله الراشدي يتقدم. ولكن الله، نشان لسالم بن محمد المتعرض العفاري قادم المركز الثاني وغير الى المركز الاول. ولكن من الجانب الاخر ارى تدخل شعار جديد يتدخل. هذا هو صايب لخميس بن سالم بن خميس الشامسي يقدم لنا صايب، روح يا الشامسي روح. ومن الجانب الاخر ايضا هذا هو القادم ايضا والمتقدم شديد جابر بن ناصر بن حسن الهاجري. ولكن يا مرحبا باللي وصل هذا هو ياقوت حمد بن سلطان بن عواد النعيمي يقدم لنا ياقوت، اتى من المراكز الخلفية وهناك بضبيعة يقدم لنا الاسد سالم بن محمد بضبيعة، والواصل ايضا جراح محمد بن عبد الله العسكري يقدم لنا ايضا هذه الانطلاقة. الفارس وصل لمحمد بن حمد بن سهيل العامري قادم، ولكن العودة الى الصدارة، العودة الى المركز الاول. ما شاء الله تبارك الله، هذا هو جراح لمحمد بن عبد الله العسكري من يتقدم بالمركز الاول. المحاولات الاخيرة ايضا من الشامخ لخليفة بن حميد بن محمد المشيخي يحاول ان ينتزع الناموس، ولكن خلاص غادر جراح محمد بن عبد الله العسكري. تهانينا لك على هذا الانطلاق المميز والانطلاق الجميل. المركز الثاني
المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، وصل بدخول قوي شديد جابر بن ناصر بن حسن الهاجري المركز الثالث. المركز الثالث مشاهدينا الكرام الشامخ لخليفة بن حميد بن محمد المشيخي، والمركز الرابع. المركز الرابع مشاهدينا الافاضل وصل بحر لفضل بن صالح بن خلفان الغفلي، المركز الخامس. المركز الخامس اتلافي لحمود بن حمد بن حمد الوهيبي. هكذا اذا مشاهدينا متابعينا الكرام ناتي الى لحظات الاعاده، لحظات الفوز والانتصار مشاهدينا الكرام. هذا هو بالمركز الاول. التوقيت الزمني 5:53 بالوفاء والتمام. هنا ايضا تشاهدون ايضا لحظات الدخول بين ايضا الشعارين، فوتو فنش بين الشعارين هنا بلحظات الوصول بين ايضا اللحام 95 و 98 و 38. سوف نتابع هنا لحظات الاعاده ولحظات الفوز والانتصار. ناتي مشاهدين الاعزاء للتوقيت 5:53 بالوفاء والتمام. ناتي الى المركز الثالث. المركز الثالث يا مخرجنا العزيز. اذا مشاهدينا الكرام نهنى ونبارك لمالك، مشاهدينا متابعينا الاعزاء، لمالك شديد جابر بن ناصر بن حسن الهاجري، حيث ايضا حصل على المركز الاول والمركز الثاني. المركز الثاني مشاهدينا الكرام اتى فيه جراح لمحمد بن عبد الله العسكري بفارق بسيط، تهانينا لك ايضا يا مالك جراح. المركز الثالث 5:54 بالوفاء. توقيت مشاهدينا الاعزاء الشامخ لخليفه بن حميد بن محمد المشيخي. هكذا كانت النتيجه، تهانينا والناموس للجميع.